عندي شيء احكي. يعني انا صراحه يعني مكسور كثير انه عن الشيء اللي عم بعيشه انا، يعني انا واطفالي وعائلتي واولادي. يعني شو بدي اعمل؟ ما بعرف. عم نتعرض لعنصريه، عم نتعرض لكل شيء وما فينا نعمل اي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. الفرج قريب خجام، وان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد اليك اولادك سالمين معافين ان شاء الله.